السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدنية، مرحبا بكم معنا في الفيديو. إذا نتواجد من محيط الملعب البلدي، حيث بعد طول الانتظار ستعود أشغال الملعب البلدي بالقنيطرة من جديد. حسب المعلومات المؤكدة، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي من سيتكلف بإتمام الورش، وقد خصصت مبلغ 13 مليار سنتيم لإتمام الأشغال. إذا نستمر في جولتنا، نمشي إن شاء الله في شارع الرياضة، ندوز من ملعب التنس ومن حدا لاشيني. يلا خليكم معنا، ونتمنى أن الفيديو يعجبكم، وتسجلوا ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.